الفنان عبد الله شهد أبو القنبوز، عمري 17 سنة، ساكن في حي الشجاعية، بدرس في مدرسة جمال عبد الناصر. عبد الله شاب ملتزم، شاب مؤدب، شاب مطيع، كونه الولد البكر الأول إلي. عبد الله يعني من بداية حياته كان مجتهد في دراسته، كان يسهر ليل بالنهار حقيقة، مش عشان كون ابني يعني. كنت أجد فيه الغيرة إنه بده يصل، بده يتعلم، بده يجيب مثلا علامة كاملة. كان أول تكريم إلي يعني كان في الابتدائية، هذا الإشي دفعني يعني دفع إلى الأمام إني أكمل، خصوصي وأنا صغير واحد يتكرم، هذا بشوف إشي كبير يعني. ولحد ما وصلت يعني مرحلة الإعدادية، أستاذ الرسم الأستاذ صالح أبو حليمة كان له دور كبير برضو يعني، في كان يوجهني على الأشياء الصح وأشياء الغلط. فيما بعد مرحلة الثانوية، مرحلة كانت كثير جميلة، إنه يعني قدرت أرسم رسمات عالمية في هذه المرحلة، مرحلة الثانوية. بشكر المدير الأستاذ جميل الحرازين، وبشكر الأساتذة ومن ضمنهم الأستاذ محمد جنوع، كان له برضه دور كبير في توجهي للصح والغلط. تبدأ عملية البحث والتنقيب عن المواهب لما لها من أثر إيجابي من حيث التنمية والاهتمام وتقديمها للمجتمع. ومنذ طبعا وصول ابن الحبيب عبد الله شادي أبو القنبس واكتشاف هذه الموهبة التي يتمتع بها عبد الله، بدأ الاهتمام بعبد الله من خلال أكثر من مجال. بداية كان الاهتمام بعبد الله من حيث إولاء عبد الله اهتمام من قبل المعلم المشرف على هذا المبحث وتوفير كافة الإمكانيات. أنا كمدير للمدرسة أقول أنني قد سعيت جاهدا توفير المادة اللازمة لتنمية مثل هذه المواهب. وعيت على الدنيا لقيت هذا الاشي قبالي، من ساعتها يعني صار الاشي كتير في اني انا ارسم. لما انا وعيت على الدنيا الاقي البيت كله لوحات، والاقي البيت كله اقلام ولوحات والوان. في البدايه هذا الاشي يعني اللي شجعني اني انا ارسم يعني واتقدم في المجال هذا. لما لقيت الاشي هذا صار من طفوله، هذا الاشي يعني حببني في الرسم واوصل. خلال مشواري الفني لاحظت على عبد الله انه بدا يهوى الالوان، الفحم، بدا يقلد لوحات. انا للامانه ما كنت اظن انه عبد الله برسم يعني، فاجأني حكى لي عن الالوان ايش بتنخلط. قلت له ايش الالوان البارده، ايش الالوان الدافئه، اسماء الفنانين العالميين، اسماء الفرش اللي لقيته حافظ من الاستاذ، لقيت عبد الله عنده القابليه انه يكون. فانا قلت له طب خذ ارسم لوحه، خذ طبق هذه اللوحه، لقيته عنده بالنقل 80% من مصغره. فعبد الله بديت انا اعطيه الالوان الفحم، الالوان الاكريليك، الالوان الزيتيه، بدا يرسم. فوجدت عنده الموهبة الكبيرة إنه ممكن يكون. من يوم ليوم بدأ عبد الله يتطور وطور معه. أنا والوالدة في البيت يعني فسحنا المجال له ووفرنا له الجو المناسب للموهبة. فهذه الموهبة هذه من حقه علي، أو من حق أي والد على ولده، انه يلاقي عنده موهبه ينميها، يسعى انه يطورها اكثر فاكثر.
لو ان الوالد فنان انه يدلني على الاشياء الصح الاشياء الصحيحه والخاطئه في الرسمه، يعني في الرسمه بتكون اشياء يعني لازم تعملها زي المقاسات عشان تطلع الرسمه صحيحه. في من ضمن لما تيجي ترسم رسمة مثلا في الالوان لازم يكون عندك الوان دافئه او الوان دافئه او الوان بارده، وفي ظل ونور في الرسمه، وفي ابعاد، في مثلا انت لما تيجي ترسم طبيعه حيكون في إشي بعيد وإشي قريب. انت لما تيجي هذا ترسمه لازم مثلا اذا انت مش فاهمه حد زي الوالد انت تروح له حتى يقول لك هذه الاشياء. اقول وبكل فخر ان ابنائنا اصحاب المواهب لا تشغلهم الموهبة عن الجانب الاكاديمي في حياته، لانه يعلم علم اليقين وبإرشاد وبتوجيه منا بأنه الوصول إلى درجة متقدمة في الموهبة لابد أن يدعمها جانب أكاديمي. للالتحاق بكلية التربية وفي قسم الفنون الجميلة يجب أن تجتاز امتحان الثانوية العامة بدرجات تؤهلك من الالتحاق بهذه الكلية. لذلك كان عبد الله مثال للطالب الموهوب الذي أبدع أيضا في الجانب الأكاديمي. أول تكريم إلي في الابتدائية وأنا بصف سادس في مسابقة الرسم الحر، وحصلت يعني على المركز الأول على مستوى المدرسة، كانت عاملة المسابقة لحد ما وصلت للإعدادية. شاركت أولى الإعدادي يعني بداية الإعدادية، شاركت في مسابقة الرسم الحر برضو حصلت على المركز الأول، حصلت كمان على المركز الأول في مسابقة التشكيل بالطينة يعني بالصلصال، واخذت المركز الأول. لحد ما وصلت الثانوية في مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية، شاركت في مسابقة حقوق الإنسان على مديرية شرق غزة. رسمت الرسمة إنه هي بتدل عن حقوق الطفل. عبد الله، انا من الاشياء اللي المهمه اللي لازم يكون عبد الله فنان فيها، وفرت له اقلام الفحم باقلام معينه، سيده الله يرضى عليه ويحفظه جاب له مثلا الوان عالميه في فيبر كاستيل. عندك انت الاقلام الفحم بكل المستويات، عندك انت مثلا الادوات الثانيه الخاصه في الوان الكانفاس، عندك انت اليوم الالوان الاكريليك غاليه، ولكن احنا بنجيبها بشكل خاص الي. يعني اليوم عبد الله لقى عنده كمان الوان اكريليك يعني الوان عالميه وجميله، عندك الالوان الزيتيه كذلك الامر. هذا كله كان مسخر لتنميه قدرات ونشاه عبد الله. يعني طبعا في داخلي طموح اني انا اخلص، وطموح وهدف اني انا اخلص توجيهي والتحق بالجامعه والكليه تخصص فنون وفنون وتصميم جرافيك، هذا اللي انا ببدع فيه بمجالي. عبد الله، انا نفسي يكون صاحب رساله يوصل صوت الشعب الفلسطيني عالميا، واليوم لغه الفن لغه عالميه، الاصل انه عبد الله يتقن هذا الدور، يكون رسول امين، لانه يعني الفن اليوم عالميا يعني رسول الفن ولسان الفكره.